وسط الحصار، ترجع مرة ثانية، لكن في فاول مايك دي، مايك استلام من جانب زياش، يعكس الكرة العالية فيردر، لكن هنا تيفا لأنه بينال ثقة المدرب، ينال ثقة الإسباني كوارديولا. فاول لصالح كيفن دي بروين. أمامنا هنا بن شلول يصلح كرة للخلف بباطن القدم، يا على الكرة، يا على الكرة، ريس جيمس سجل في مرمى برايتون في الدوري هذا الموسم. وقال عند تشيلسي تحرك حلو قوي، فيرنر راح في الطرف، فيرنر وماونت خد القائم الاول، ولكن كره تطلع الى ركله ركنيه. شوف زياش وفيرنر وماونت والسرعه اللي بيعتمد عليها توماس توخيل، يعني النهارده اختياره للثلاث عناصر ماونت وزياش وفيرنر لان دي عناصر تقول امامنا هنا 36 دقيقه التعادل سلبي، ودي الطوليه الخطيره امامنا هنا الى فران توريس، كره خطره جدا، وتياجو سيلفا ورويدجر تلقى امامنا هنا من فيرنر لكن ما ظبطش. يا ولد على المراوغه هنا، بص خلى ريس جيمس يدور على الكوره في طريقه قويه جدا تصل الى ستيرلينج، يلعب الكوره راسيه يا ولد، الراسيه هنا من جانب فرناندينيو اللي كان هيسجل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه من عمره واحداث اللقاء طوال الشوط الاول تقريبا. يا على كده صلحت الكوره من اسبيليكويتا الى مواطنه فران توريس، كيفن دي بروين، الغلطه فور، الغلط لقب وصل نصف نهائي اف اي كاب ونصف نهائي دوري الابطال. كره عرضيه تشيلسي سيتي هنا يظهر في اللحظات الاخيره، عرضيه خطيره، وادي الحكم مايك دين ومحاولات وفرصه، ولكن على طول انقاذ تشيلسي في حراسه المرمى كيبا في الدفاع الحاليه. امامنا هنا اللاعب دي بروين اللي يبدو طبعا ضغط واصابات اكيد تؤرق، لكن يبدو ان في الفودن هيكون هو الورقه القادمه، في الفودن هو الورقه القادمه، هادي في الفودن هيدخل اعتقد مكان كيفن دي بروين اللي النهارده بقول لحضراتكم بعيد تماما في الفودن في الدوري. اوروبيا سجل ثلاث اهداف للبي اس جي على طول، الكرات العاليه وادي فرصه راسيه جابريل جيزوس، الكره الراسيه الخطيره اللي هنشوفها بقى في الشوط التالي امامنا، هو بدات الكرات كره في الفودن لكن كره تصل الى حارس المرمى كيفن. هنا انطلاقه من جانب فيرنر، هنا تكرار الهدف الملغي، ولكن هذه المره الهدف امامنا هنا يسجل عن طريق اللاعب حكيم زياش، كره بالكربون من الهدف الملغي الشوط الاول، اتظبطت المره دي، انطلاقه من فيرنر وهدف من جانب زياش عشان يتقدم البلوز بهدف في هذه اللحظات من المباراه، الكره اللي اتقطعت واتلعبت في ظهر كانسيلو وكره لا يستطيع زاك ستيفن حارس المرمى الامريكي انه يتصدى ليها في اللقطه الماضيه، لكن زياش هو اللي بيسجل، حكيم زياش المغربي، بص الكره، شوف الكره اتقطعت واتمررت ازاي على طول جورجينيو، وادي اللمسه مفيش تسلل، التمريره حلوه قوي، كره معموله حلوه من شيلول، وادي امامنا اهو كره، يا ولد الكره من فيرنر اللي صنع، وادي التمريره اللي اتعملت من ماونت هو اللي مرر، وفيرنر اللي انطلق، وزياش اللي سجل، كره بالكربون من الهدف اللي اتلغى كان في الدقيقه الخامسه بداعي التسلل في الشوط الاول، لكن هذه المره فيرنر ظبط وما كانش تسلل، وزياش كان في الموعد وسجل هدف التقدم هنا للبلوز لصالح التحول عند تشيلسي. كلمة وادي كلمة جديدة، يضيع زياش، خطأ من روبن دياس أمامنا هنا، أو دياس في اللقطة اللي فاتت، وزياش يضيع فرصة يعني قتل المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 59. شوف خطأ من اللاعب البرتغالي روبن دياس أمامنا أهو في الكرة اللي فاتت ويضيع. 8 تعديلات في التشكيلة اللي لعبت أمام دورتموند، أدي أمامنا الكرة العالية، تدخل قوي رويدجر داخل بقوة اللقطة اللي فاتت مع ستيرلينج، وأمام المساندة، يا ولد على حكيم زياش، كرة تدرس، هجمة تدرس، شوف سرعة التحول اللي عند فريق نادي تشيلسي، وهدف جميل قوي من المغربي حكيم زياش. ادي حكيم زياش اللي طبعا سجل هدف اللقاء في الدقيقة 55. تشيلسي متفوق والكرات العالية أمامنا هو المحاولة. تابدينيو لمسه المره دي ان جيزوس، فودن عاملها حلوه قوي، لايبزيتش وفي بايرن ميونخ في دوري الابطال، ادي امامنا الكره على طول يطلع مباراه نهائيه، كرات العاليه امامنا هنا، وادي راسيه وهدف التعادل يضيع، هدف التعادل رودريجو يعمل الكره براسه الى اللاعب روبن دياس نادي تشيلسي، على طول الكره اللي بالعرض فودن على الكره في مرمى كروس نودار اللاعب السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.